في الشأن البرلماني، خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته مساء أمس برئاسة السيد المصطفى سيدي حمود رئيس اللجنة لمناقشة ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والعمل لسنة 2024. وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد سيدي يحيى والشيخنة والمرابط، استعرض فيه بنود هذه الميزانية ومختلف مجالات صرفها.